السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهدي أبو العنين من جروب مختصون في التبريد المنزلي. النهارده حابب أتكلم معاكم على نقطة برضك مهمة جدا بالنسبة لمراوح الثلاجات أو الفريزرات. لو احنا بصينا كويس قوي واحنا بنركب أي مروحة هنلاقي فيه هنا مؤشر أو علامة اللي هي القطعة النحاس ديت اللي هي بتعمل لها ملف عشان تعكس معايا الاتجاه بتاع المروحه. في بعض الفنيين بتروح تركب المروحه الجديده بتجي اتجاه معكوس وبتركب وخلاص، زي ممكن تجيب المروحه اللي هي الجديده القطعه النحاس هنا انت بتركب وخلاص وانتهى العمل. وبعدين بنلاقي في مشاكل عندنا في الفريزر، بتدينا علامه دومت او بتدينا اي 4 او بتدينا علامات من ديت بعد مده، والعلامات ديت معناها عده اسباب يا جماعه اتكلمنا عنها قبل كده بس حابب ان انا انوه عنها تاني. كلمة دونت او كلمة اي 4 او اي 6 او الحاجات اللي بتجينا ديت او تبريد ضعيف او كلمة اس ار برضه بتجينا في بعض الفرازرات دي يا جماعة بتحمل اسباب كتير قوي. اسباب السخان بايظ، الكباس ضعيف او مفوت او في عندي سدد، او المروحة واقفة، او الكهرباء ضعيفة، او الراليه بتاع الكباس بيسايكل مني، فبعد مدة بيديلي علامة دونت أو علامة اي 4 أو علامة اس ار، ولازم نخلي بعضنا بالنا جدا جدا من العلامة ديت بتاعة المروحة. طيب أنا هنوه على حاجة تانية اللي طبعا احنا كلنا متفقين مع بعضنا، اللي أي كويل واقف المروحة بتهدف هوا عليه. ده بالكويل النايم المروحة بتشفط هوا بترميله ورا. طبعا كلنا متفقين مع بعضنا، طبعا أقول لكم الكلام ده كله ليس صحيح لأن في بعض الحاجات غلط. كوين واقف والمروحه بتسحب هواء بتدخله. العمليه دي بتقابله بعضك في الالكتروستاع. فمش معناها ان احنا نقول كلمه يعني مثلا لازم نفكر فيها. في كويل واقف او الاغلبيه او المعظم كويل واقف زي الثلاجات الهواء بيجي عليه، كويل نايم هي بتسحب هواء من عليها ترجعه لورا، بس نلاحظ ان في حاجات شاذه، في ثلاجات وفي فرزات حاجات شاذه، لازم نخلي بالنا ونوه تاني يا جماعه على كلمه علامه دي. بتاعت المروحه. ونوه تاني برضك اللي فيه عطل خبيث انا اتكلمنا عنه قبل كده، ان المروحه ديت ممكن تشتغل معاك 100 100 وبعد مده بتفصل، او جلب بتقفش، او في ملف داخلي حمايه سنسور داخلي ولا حاجه بيفصل. انا حبيت انوه على القطعه ديت، ومعلش انا اسف لو طولت عليكم. وكان معاكم مهدي أبو العنين من جروب مختصون في التبريد المنزلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.